بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ربنا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. إلهي ما هذا إسكلا بلا ويا دمات. إلهي ما هذا إسكلا الدنيا خرابة. إلهي ما هذا إسكلا نروي يديري لا بضرة. ولا لي الوحى كترني كتاب خلاصة نور اليقين وحن كور من هجرة نبي جنا المصطفى هجرة المصطفى مصطفى وايو يا magacayada nabi maxamed ma garanaysaa nada magacay badan buu leeyahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maxaa ka mid ah maxamed axmed baa ka mid ah kow yaa maxaa kaloo ka mid ah yaa maxaa tirada xaakim xaakim maa tiri mise xaatim caaqib fariid caaqib waa lamid haye maxaa tiri mustafa sax yaa kale haye الحاشي فريد نعم مقعيب بدل بو نبي عليه الصلاة والسلام محمد أحمد الحاشي العاقب مصطفى مختار هو صلى الله عليه النبي جينا لو بيعد أبو القاسم ويا اللهم صل على رسول الله وعكور من مركا هجرة دي مركي ويجرو دي قد بو قلبان دي قد كان مكي عسم حالي دي يجري يا maxaa dhihi jiraa dad غار الثور واي درسiga markaa saddex iyo afartanaad bay ka qaadanay الدرس الثالث والأربعون درسiga saddex iyo afartanaad طلبوا waxaa dalbaday قريش قريش baa dalbatay رسول الله رسولكي الله عليه الصلاة والسلام maxay ka dalbadeen yacni inay soo xidhaan oo soo qabtaan markaa لما غورتي صحت قريش مركي اي بمعنى وابريستي اي بمعنى اصبحت او لما غورتي صحت مركي برارغتي قريش قريش تلك الليله هبينكا لهبينكا هردا الى ايت شكا ساري سوما مركا مركي سو برارغين ولم تجد اين اهل في بيت الرسول رسول غورجي سيان لغهلين صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمه إن أدرك عليا علي موياني علي هم بكير يقول النبي اشتد واحد رناديه حنقهم على ذودي الحنقة وعرضة مركع على ذودي وآذو كرتي قول الله ذا أي كسيدة مركع على فرد وش يقول الله يقرني فارسلوا مركع سوى حجر شبانهم دلني يردوا دي بقول بيبين بالسيوف سافو والعصي أولو أيا لوديوي تبحث وحي رادينيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك يا الله يا لقى رادينيا في كل جهة جهة كستا ميل والب أفرت بين الجامد والبا بل يرى الله دري وقد جعلوا وحي يا لاندا لمن يأتيهم به عدي مركا كانتا نبي يا أبو بكر وياني أو يدلهم عليه أما مركا تدك صوت وسطا مئة ناقة بقول هلاد جائزة نو جائزة أبا المرينة بقول هلاد بامدي في صلاة لغي والله سينا يا قفك النبي صو شيغا أما قفك صو هلا وقد وصلوا وحي قارن وقد حقيقة وصلوا وحي قارن في البحث بعد قوبك يرادنتي وحي قارن عنه أي سجر هذين
إلى الغاري قد كي بيتاقين قد كو نبي وكو جري أي حتى دول استاقين بحيث هل كاسو لو نظر أحدهم هدو ميدكود إيغو فيه أي في الغاري بلو قد كي هستي ساتو إيغو لرأى الرسول واركي لها رسولك صلى الله عليه وسلم وصاحبه يا صاحبك صاحبك وايو يا ذا أبو بكر الصديق قرآنك صلى الله عليه وسلم صاحبك سيئي نعم قالوا بشهد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لبضا كيل بني ورسولك وياني مركي وكل إذ يقول مركو كل عيد لصاحبه صاحبك marka inu saaxiib ka xurmaad in nigu yahay ilaahay quraanka sheegay subhanahu wa ta'ala waraahum wa arka abubakar baarkay nimankan korkooda taagan oo godkii maaraytay soo hor taagan wa arka abubakar fabaka wa ooyi abubakar faqala lahu rasuulu rasuulki ba yiri sallallahu alayhi wa sallam la tahzan murugun inna allaha ma'ana ilaahi ba ma'ana إلهي بها معنا إلهي بنا لا تروي لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله هذا رسولك وغرغاري ويدان يا وغرغاري أوهلي فقد نصره الله إلهي بأوهلي جل جلاله مركع هذا وقيس ورينيين ولا بعثني النبي يا وسوهلي إلهي باكد بحيوه سبحانه وتعالى جل جلاله لا تحزن مرقون إن الله ألا معنا معنا ويا فأعمى الله إلهي باين رتري أبصار المشركين إن به قالت تتكا قالت إن لهذي أيها الله إن رتري يوي أركي بكر ويا ورجعوا واحد نقضين الله بتين خائبين ayagoo markaa dulaysan ayaa hadda ka noqdeen godkii bay ka noqdeen subhanallah way su'aalaha markaa ku xiga ayaan isweydiinaynaa maada amilat maxay samays quraysh maxay ku kacday sabaaha tilka layla subaxii markay waa bariisatay maxaa dhacay maxay samayeen هذا يا عود سروقات كوريجي النبي قال محاك إلا جاه لي يا علي واق وكما محل راعين يا مكة علي بن عبد الله ده صحابي قال محل راعين تري مكة له ما علي قال الله نبي يسكت عنا هي محل راعي علي هي علي بن عبد الله ابن عم رسول الله وصح لكن مع الصحابي كاستمر كان مجي عيسى لسوق هذا رضي الله عنه وين إله رأى الله شو ويدس مر كذو دعاء عيسى ولا الله كان مكان إله بعدي كنا دعاء لكم أقبله سو ولا الكين إن جماعة مكان مثل علي بن عبد الله ولا الكين أردن تي وين جماعة مكان مر كم مر كذو دعاء عيسى ترى رضي الله عنه إله هو نحريصا ما هالك لي ما لقي بعيسنا لإله هو أقبل هذه كنا ساسو كلا إله كور هالك لي نيوي marka wayna inta baraarugsanaana nabigeena waxa la dhahay sallallahu alayhi wasallam markan magiciisa maqal saxaabadana radiyallahu anhum badhays haday gabadh tahayna radiyallahu anha badhays haduu qof kale muslim yahay oo saxaabi ahayna rahimahullah ya rahimahullah wala li ilaahu naharis wayay hal arsalu ahadan lil bahthi anhum yayidu diran radisa hayni khair نعم فريد مقعادر عبد الرساق ما شاء الله الله بركاته وماذا عينوا جائزة لذلك ما حي أبا المرين الدياريين قفكي صوحة الرسول هيا وقال هلا ما شاء الله أين وصلوا في البحث عنه هل كي لك قاعدين رادنتي أما بادقوب كي كترين إلا هل كي قاعدين قف عصو مرحبا هيا يا ذا غار الثور قد كيف قال غار الثور البيت من الذي رآه من الغار يا قد كا
korkiisa ka arkay inay godka dul taagan yihiin yaar yaa qof cusub araba kuma aha qofkii arkay godka iyagoo dul taagan hayaada abubakar asidiiq waa laan allah ka waaya tagsiga waa la fahmay soo ma wax su-aala miyad ka qabtaan alka waayo qofkii su-aal qaba insha allah wuu soo gudbinaya hablaha sidoo kale iyaguna wixii su-aal qaba way soo gudbinayaan insha allahu tacaala addarsu waa darsigii alraabicu walarbacuuna afar iyo afartanaad weeye haa khuruuju nebiyi nebigiibaa wuxuu ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam min alghaari godkiibuu ka soo baxay nebigu sala allahu calayhi wasalam godkiibuu ka soo baxay bacda an inqaaca markii kabacdi markii ay go'day albaxfu raadintii la raadinayay nebigu markay istaagtay yacnii kala go'day can irasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam kharaja waa soo baxay nebigu maca saaxibihi isagoo saaxiibkii abuubakar la socda ayuu godkii ka soo baxay waqad xaqiiqay aqaama waxa ay ku jireen waqad xaqiiqay aqaama waxay ku sugnaayeen fil ghaari godki waxay ku dhex sugnaayeen oo ay joogeen thalaatha layaalin saddex habeen habeenkii jimca habeenkii sabtida habeenkii axad saddexdaa habeen bay ku jireen wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi cabdillaahi bin abuubakar cabdillahi bin abuubakar buu ahaa waa saxaabi weeye cabdillahi bin abuubakar abuubakar baa dhalay abuubakar caruurtiisu kulligood asxaabay ahaayeen wuxuu dhalay abuubakar cabdillaahi iyo cabdiraxmaan waa laba wiil iyo waxaa kale uu dhalay caasha iyo asma iyo umukalfuum shantaas ayuu dhalay shantaa markaa cabdillaahi cabdiraxmaan baa ugu weynaa caruurtiisa isagu gaalnimo ayuu maaragtay in badan buu gaal ahaa dagaalkii beder xitaa gaaladu la socday oo abuubakar baa yidhi aan la dagaalamo inankiisii buu yidhi waa la dagaalamaya yaa laakiinse mar dambuu islaamay cabdiraxmaan islaamnimadiisu way dambaysay cabdillaahi baa markaa goor hore islaamay cabdillaahi nin yar buu ahaa dhallinyaraha friida goor hore uu islaamay wuxuu guursaday gabadh markaa iyaduna gabadh aad iyo aad u qiimo badanoo la dhihi jiray caatika bintu zayd saciid binu zayd soo maydaan maqal waan ka soo warramay soo maa saxaabigii saciid binu zayd ee cumar ay ilmaadeerka ahaayeen ee cumar markuu islaamayay gurigiisa ugu tegay ee u garaacay waan ka warramay soo maa saciid waa walaashi marka caatika bintu zayd baa la dhahaa marka gabadhaas ayuu markaa isguursadeen oo ay isjeclaayeen weliba jacayl xaddhaafa buu u qaaday gabadha cabdillaahi aad buu jeclaaday maalintii dambe jacaylkiisu wuxuu gaadhay inuu guriga iska dhex fadhiistaba ninkii cabdillaahi la dhihi jiray uu gabadha iskala ag joogown marka jihaadkii baa waxa la leeyahay wuu ka hadhayba jacayl uu gabadha u qaba awgeed ilaa aakhirkii maalintii dambe salaadihiina uu habsaamayba salaadihii faralkaa buuxta masaajidkii habsaamay gabadhu unbuu iska ag fadhiyaa markaasaa aabbihii loo sheegay abuubakar war maadigaa sidaa yeelay jacayl xaddhaafa baa qaaday mowta uu iska ag fadhiyaa un xaaskiisa fur buu yidhi gabadhan marba hadday jihaadkii iyo waxa weeye salaadiiba halis ay gashay fur gabadha tan gabadhii buu furay markuu furay ee muddo ka maqnaa ayuu gabay tiri wuuri ninkayganoo kale meed aragteen jacayl xaddhaafa u furay gabadh gabadh la jecelyo la furay maaragtay gabay noocaasa buu tiriye marka markii dambe ayuu aabbihii ku yidhi markuu dee arkay ayuu aabbihii yidhi ku noqo rajcis marka halkaa culummadu waxay ka qaataan aabbuhu hadduu dhaho inankiisa war fur gabadha gabadh xun weeyaane waa maqlayaa soo maaha aabbaha iyo gabadha kaba la maqlayaa yaa waalidka iyo xaaska kaba la horreysinaya waalidkaa la horreysinaya waa ninka weeye yaa laakiin ta kale cagsigeeda weye gabadha aabbaheed hadduu bixiyo oo nin qabo ninka hormaqlaysa ninkaa ka horeynaya waalidka aabbaheed
سعتي ما لأن أبوه بحياة أوردي مسؤوليتي هو وريشي صبا وساسوي نين كامر كام مسؤوليتي لوريدي لكن ويل كو أبيه ومغليا حتى أدوه هو فرو وفريا وهكذا وأي مركا عبد الله نيكا سوى عبد الله بن أبي بكر بلدي يجري وحرد انتهي تقال في ضايف مكن انت يا نجح بالقصة طورة نجح بالكل عين مدو نولا مالتي دمبة أبو بكر أيو نبتي سكون انت أبو بكر نبتي سكون هيا أيو انت سوى الشهيدة هكذا يموت الرجال مركا سوى أبو بكر يبساس رقا رقا هيو انتان رقا رقا أساسا لمنيا يا إلهي هو نحرس قبلني لما ركوا واحد كورسية عمر بن الخطاب إلى المادر بهاي نصور من أنا هروس وشيل المادر بهاي عمر بن كورس عاتكا قبلني سابقين تكور هرا إسلام بهن عمر مر كيل الدلينا واحد كورسية زبير بن عوام زبير نوال الدلي علي بن علي بن أبي طالب الكورة أنت الصحابي قال جاه كورسية سعتي ما ويا اللهم صل على رسول الله أن مركع عبد الله نيكا سوى هابان لعبد الله بن أبي بكر الصديق وإنه شلي وكور رميني إنه أخبار تي وراركا مقالة ما كانت سوردك إستو وقد كان نبيك وكتشرو يا أبيه مركع ويمني وكالكا كوكوشة قوحة وكان عبد الله عبد الله وحواها بن أبي بكر وين أبي بكر يأتيهما في المساء قلن كتنبوه ويمن تري قدكا ويخبرهما وحو جو الرمي تري بأخبار قريش غير قريش الأخبار تدو جو الرمي تري وكانت ويا هاي أخته عبد الله ولاشي أسماء أسماء له تأتيهما وحي وكين ترتي بالطعام عنت وكين ترتي النبي خفية سقر سودية خوفا عبد الله جبقيه من قريش قريش لجبقيه أسماء يا دلي أبو بكر بدلي way asmaya qabiso ujeedu waayo ya qabi asma haye fariid allah ku barakee ya ilaahi salsabiha ka warab yaamin de wa wabi jannada ku yaala salsabil wa fariid uu garto su'aal adag wey zubair ba qabi zubair bin awam aya qabi asma wa mid kamida tobanka saxaabada jannada lagu bishaareeyay waaya waxa kala abu bakar uu dhalay aaysha aaysha ya qabi رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له أبو بكر قال أم كلثوم أم كلثوم يا قبي يا طلحة بن طلحة بن عبيد الله جزاك الله خيرا هذه قلنا إلى هاي تصنيم كاور أبي أمين ده تصنيم إسمه وهو بكرة تمد في على فريد والسؤال هذا جدنا ويا هاي طلحة نو حكم إلى طبعا كتمد لو جو بشاري سوما هيا أبو بكر إنه خير لي هاي كاور صدح لي سيها بلاد محا قرسدين مد رسول فيها قرسدين لابانا وحا قرسدين لابان إنو جنده لوقو بشارية يقولون فالكوران صنين قال يما وهكذا إلهي سبحانه وتعالى الله كاهو قفك وناكسن تطقوي كعلينين اللي حديدان مك وهبلاك قرسدان مك وي مركا أسماء وحالا دي ترى أسماء ذات النطاقين بلو بحني لابد رفلي بلو بحني لابد رفلي ومحان الله بدرف لله لغو بحي ها مرك النبي هجروني أي مردني شاحري ما شاء الله ما شاء الله كافرنا الله كاورا بيامين دي أمين واي هاي مرك النبي هجروني ويلكي أي عنتد قوقا دي أو مارتي سهاي دي بالا سهاي دي سفر مرك أوحي السفر كمرك اللعون ايو weelka waxa laga soo laalaadin jiray maxayn awrka dushiisa ama hash ayaa xarig lagu xirayaa marka markay tagtay ba aragtay inaan xarig ba wadan marka maradeedii hoos marada hoose sida googorado kale weeyo marada yar hoose weey ayay kala jeex laba daraf bay ka soo jeex halkii bay ku xidhay subhanallah marka maxalla fi asmaada tan idaaqay ahadiis taqaar ba tilmaamay in labadii daraf ba ilaahay ugu bedelay laba ku yaala jannada gabadh fariida bay fariida fariida أسماء عمرجيدو ديرادي بقول سنين قاعد يا بقول شربه هاي مركز حجاج ما مقصي حجاج قال كي قال ما هي لكن هو حاني مسنو فاسق قدر بدن لاي
حجاج بن يوسف ayaa wiilkeedii dilay Cabdullaahi bin Zubayr buu dilay oo saxaabi ahaa markuu dilay ayuu maydkiisiina gidaar ka soo laalaadiyay subhanallah markaas asma oo waa asma weynaa Abi Bakar iyadoo boqol jir ah oo indha beeshay ayaa u timid ninkeedii markaasuu waxay ku tiri ninkii xajaaj ummaduba ka baqaysay ayay ku tiri rasuulki ilaahay wuxuu nooga waramay reerka atee reer saqiif laba mid deenaala ah iyo mid daalimaba ka soo baxay beenaalihii horan u aragno muftaar al-kadaab buu ahaa daalimka ka soo baxay reer saqiifna adiga weeye xajaajintu carooday buu islaam yaro khariifsi baa tahay naga subhanallah waayahay allahumma salli ala rasuulillah asmina taasay ahayd markaa marka cuntadii nabiga u keeni jirtay walamaa goortii jaahuma daliilu markii nabiga uu yimi addaliilu daliilku waxaan idhi maxay ninkii wadada dadka tusayey magiciisa maxaan ku sheegnay shalay tole cabdillaahi ayo cabdillaahi binu ha muraad may cabdillaahi binu hebel kalwa ya binu suraaqa may cabdillaahi ayuu ahaa shalay wanay ka warramini cabdillaahi may cabdillaahi bin malik nama ha binu urayqid dhaha binu urayqid cabdillaahi binu urayqid ayuu ahaa daliilku ma muslim buu ahaa xilligaa mise gaal gaal buu ahaa marka wanay ka warramnay fi raaxilatayni laba halaag buu ee loo sii dhiibay abubakar u soo dhiibay ayuu markaa ula yimi fii sabaaxi subixi alyowmi thaalithi maalintii saddexaad yacni maalintii sidiireed weeye subixeed rakibaa way fuuleen labadii halaad wasaaraa way aadeen qaasidayn iyagoo u jihaysan almadiinata madiina xaggaayo madiina ayay halihii u fuuleen wey walaqad xaqiiqay la xilqa bihim waxaa ka daba yimi fi dariiqi dariiqa waxaa kaga daba yimi suraaqa odayga suraaqa waa ka warramnay soo maa kumu ahaa suraaqa suraaqa binu maalik waayo shalay maynaa ka warramayn muxuu ahaa suraaqa codka sare u qaada haa waa ninkii boqorka kisra alaabtiisii la siiyey dharkiisii oday reer miyi buu ahaa soo maynaa sheegin maxaa dhacay markuu nabiga ka daba cararay maxaa ku dhacay faraskiisa ciiddu lugaha la galay saddex jeer buu ciidda lugaha la galay waka suraaqa la dhihi jiray marka walaqad xaqiiqay laxiqa bihim waxaa markaa raacay oo ka daba tegay nebiga fi dariiqi dariiqa dhexdiisa waxaa kaga daba yimi suraaqa odayga lahaa suraaqa binu maalik wa araada wuxuu doonay an yaqtula inuu dilo arasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam fafashila wuu ku fashilmay nebiga wuu dili kari waayey nebiga bani aadamkuma dilayo weeyaan waayo ilaahay baa aayad qur-aan soo dejiya wuxuu yidhi wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay dadka uu kaa ilaalinaya gacan aadame kuma baxaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin waa la dhaawacay karaa soo maaha waa la dhibi karaa soo maaha waka inta kale way u geysan karaan dhib iyo dhaawacyo wixii dil ka soo hadhoo dhan bani aadamka kale u kala mid yahay laakiin aadame gacantiisa kuma dhimanaya nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waayo allahuma salli calaa rasuulillah xagga hoose muxuu kugu qoray wuxuu yidhi waaxid waaxidkaas wuxuu ka warramayay cabdillaahi bin abi bakar wa kaana cabdillaahi wuxuu ahaa yusbixu mid la waabariista bimakata makuu ku waabariisan jiray ka'annahu naa'imu minha wuxuu iska dhigayaa sidii mid xalay seexda maka fa idaa samica markuu maqlo min qurayshin akhbaarta quraysheed khabaran war ka maqlo min jihati rasuuli wa saaxibihi oo ku saabsan arrinka rasuulka iyo nebiga saaxiibkii abubakar jaa'a ilayhima ayuu wuxuu u iman jiray leylan xilli habeena buu u iman jiray nebiga wa akhbara bihumaa wuxuu uga warrami jiray bihi isaga markaa warkii buu uga warrami jiray wa baata cindahumaa habeenkiina uu la seexan jiray subixina wuxuu iska dhigi jiray mid maka markaa hurda taasna waa sirdoonka oo dowlad walba sirdoon bay u baahan tahay soo maa cid cadowga iska ilaalisa waa loo baahan yahay laakiin iyadoo sirdoonka loo baahan yahay haddana ma bannaano maxay jaasuuska iyo basaasku ma bannaano ilaahay baa yidhi walaa tajasasuu war dad yow islaamka ha isfasaasina oo ha isjaasuusina
yaa bal ka warhadi imika qofba qof kale la daba dhigo soo dhib maaha cadowga dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada ku cadowga ah waad iska eegi kartaa waa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaan jiray rag la dhaho cuyuun cuyuun waa rag sirdoona oo kuwa dagaalka soo qaadaya sirtooda soo ogaada akhbaartooda soo ogaada waa loo baahan yahay laakiinse waxaa xaaraana qof muslina oo muwaadin ah oo dalkaaga jooga oo ehel iyo qaraabo ah oo wax allaaday wuxuu geystay aanu jirin in la dabagalo la basaaso la jaasuuso mamnuuc weeye wa kaana wuxuu ahaa halka hoose muxuu kugu qoray itnayni suraaquu kaaga warramay odaygii wa kaana wuxuu ahaa suraaqahaasi qad samica mid maqlay biljaa'isati alatii jacalathaa quraysh abaalmarintii qurayshi ay dushiisa saartay liman ya'tiihim bimuxamed qofkii muxamed keena calayhi salaatu wasalaam falaxiqa arasuula nebigu ka daba tegey xataa danaa minhu ilaa uu u dhowaaday facafurat waxaa kufay farasuhu faraskiisii fakhara canha markaasuu isna dhulka ku dhacay uma rakibaha waa fuulay wasaara waa ka daba tegey wasaara wuu socday weye macnaheedu xataa saara ilaa iyo uu ahaaday yasmacu mid maqlaya qiraa'ata arasuuli qur-aankii nebigu akhrin jiray nebigu marka uu safrayey qur-aan buu iska akhrinsanayay bale waxa cajaa'iba abuubakar baa hee labada werwer badnaa abuubakar hasha xagga horu mar istaagaya mar xagga dambuu istaagaya afarta baynujahu marba dhinac istaagaya xaggaasoo ege talocid ma soo socotaa mise ma soo socoto nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu aaminsan yahay qur-aankiisu iska akhrisanaya khalaas wahakada wahuwa laa yaltafitu markaa nebigu cidna muu fiirinaynin fasaakhat waxaa quusay qaa'imataa farasi labadii lugoodee hore ee faraskii suraaqa suraaqada dhihi jiray ayaa dhulka quusayba fakhara canha haddana wuu ka dhacay uma zajaraha wuu canaantay faraskii bal ayaa kugu dhacday kac buu yidhi wuu eryaday xataa nahadat ilaa iyo ay hinqatay oo istaagtay falam taku takhruju yadaha lugihii bay la soo bixi weyday xataa sadaca liaharihima dabadeedna waxaa ka kacay meeshii gubaarun boodh iyo siiga ka kacday saadicun fi samaai oo samada isku shareeray mila dukhaani waxaa la moodaa qiiq meesha ka kacay faraskii waa bixi kari waayey sooma facalima suraaqa suraaqa wuxuu ogaaday anna camalahu daayic waxaanu wadaa inay tahay wax lagu dayacmayo inay tahay wax uu ku dayacmayo wa khaafa calaa nafsihi naftiisu u baqay fanaadaahumaa wuxuu yeedhay nebigi iyo abuubakar wa dalaba minhuma alamaana amniyo nabadgelyo buu weydiistay wuxuu sidi maanta ku dhammaatay fa amana waa la nabadgeliyey wa rajaca wuu noqday khaa'iban isagoo faramadhan oo halkaa kusoo hungoobay ayuu noqday nacam way su-aalihii baan u gelayna marka kam aqaama imise ayuu arasuulu sala allahu calayhi wasalam oo saaxibuhu fi lgaari imisuu ku sugnaa nebiga iyo saaxiibkii godka imise maalmood bay ahayd qof cusub baan rabaa yaa arday cusub hayaade saddex casho fariid man kaana yaatiihimaa bilakhbaari iyo akhbaarti iyo warka qurayshadu keeni jiray nebiga iyo abuubakar haye nin cusub baan rabaa nin cusub haye cabdillaahi bin abi bakar asidiiq waayahay mataa saara ila lmadiinati goormuu nebigu tegey magaalada madiina maalintii goormay ahayd haye maalintii saddexaad ma habeenkeedii mise subaxeedii ya subaxdii man laxiqa bihimaa fi dariiqi yaa dariiqii iyo waddadii kaga daba tegey qof cusub baan rabaa haye magacaaga yuu ahaa qofka daba tegey suraaqa binu maalik buu ahaa nacam waayahay darsiga shan iyo afartanaad baynu gudbanaa insha allah addarsu waa darsigii alkhaamisu walarbacuuna afartan iyo shanaad shan iyo afartanaad annusuulu nebigu wuxuu ku degay biqubaa meesha la dhado quba oo madiine u dhow awalu masjidin masaajidkii ugu horreeyey buniya ee la dhisa fil islaami islaamka dhexdiisa yaa nebigu markuu sidaa u tegey wuxuu bilaabay shaqadii dhismaha masaajidku bilaabay wasala wuu gaadhay arasuulu rasuulkii alle
صلى الله عليه وسلم وحو غاري قباء ماشي على قباء قباء مدينه كنت الله يمد مقال المدينه حافظ كتيرسن وي وكا حاجي وكا انو شغي حق مكا لغا سو غلاي كنت الله لكن بريغا مدينه وي كدرغسان وحير بي وتيرتي ديمك مقالد مركا مركا ويناتي وسو وي دافتي ها وي سو سي شمر وكا في اليوم الثاني من ربيع الاول مالنتي لباد بشهر ربيع الاول ايو نبي سو غلاي الموافق تاسو وافقسن 30 من سبتمبر صدن كي بشهر سبتمبر سنة 622 سنة كي لح بقول يلا بي يلا باتن كي ميلادي اي اي وافق سنة مركا مالين تا ونبي دو صوغ غري مقالة دا مدينة اما قوبا و صوغ غري اي الله بلابي هجرة الرسول تاريخ هجرة سومن مغرب امي سيبر سيمسو كون يافر بقول يو سده هيا فر مركا سي بلامن تبك يعني اسلام كي وحو يا شيء كالندر iyo taariikhu wuxuu xisaabsado wa maalintii koowaad ee nabigu soo galay baa laga bilaabay waayay Umar ibn Khattab ilaahay raalli ka ahday ayaa sameeyay taariikhda wuxuuna u sameeyay 13 sanadood ee nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam oo Makkah joogay dawlad la dagaalamay dawlad muasas marka wuxuu koow ka dhigay maalintii nabigu soo galay dawladdi islaamku bilaabantay koow maalintaas uu ka bilaabay إلهي رالاكا بعد أن مكث مركي ونبي جوغي كسغنا 13 سنة صدح يتو من سنة مركو جوغي مضيقا يسغو العدادين أيو عليه في مكة يسغو النبي قالوا عدادين يا مكة صدح يتو من سنة جوغي ممنوعا من الهجر من الجهر وحلقا منعيي ولودي من الجهر إنو لبن بحو بالدعوة دعوة إنو بنانك بيئيو si dadku dhan arkayaan oo calana inuu dadku u ogeysiyo way u diideen way wa qad qama wuxuu nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ka bilaabay bi quba ama wa qad xaqiiqa qama wuxuu degay dhe bi quba magaalada quba uu degay nabigu 22 laylatan labiyo labaatan habeen buu halka degana bayna asxaabihi isagoo ku dhex jira asxaabtiisi من المهاجرين او ككوبان مهاجرين سو هجروتي والانصار يا انصارتي سو دويسي امنا نسو امنا مطمئنا نو حصلون ايو اصحابتي سو لجوب ويا وحا هرو شيغني رسولك عليه الصلاه والسلام مركي دنياردي رير انصاريد يمادن ان اي اسلام كي كوفافين مغالدا مدينه كل كا مركي مدينه لوو فافيه يا اصحابتي هجروتي او سي tarab tarab ah isaga diba yimaadeen oo Makkah laga yimi waxa la sugayay uun maxay imaanshaha rasuulki Abu Bakar baa la sugay salaatullaahi wa salaamu alayhi waxayna ahayd maxay arrin aad iyo aad u xiiso badan aad u xiiso badan inuu rasuulku soo galay magaalada Madiina aad bay u jeclaayeen inay arkaan reer Madiina laana reer Madiina way islaameen rasuulkana ma arkin asxaabtii baa ku faafisay maxay diinta ku faafisay yaani waxa weey bal maanta hadii laynagu dhaho rasuulkii baa dib u soo noolaado magaalada iman iyo ka waran subhanallahi la ilaha illa allah ilahi subhanahu wa ta'ala kuwa la rafiqiyo nabigeena allah inagu dar salawaatullahi wa salaamu alayhi waxa weey farxad qeyrul caadi bay u sugayeen muddada 3 maalmood ee godka uu ku jiray way sugayeen iyo dhowr iyo 10 cashe ee safarka muddo badan bay qaadatay inta la sii socdo Makkah iyo Madiina inta loo socdo qofku markuu faraska saaray 18 qaadan jiray laakiin uu hal bay saarnaayeen oo way ka badan tahay markaa 12 cashay sii socdeen intaaba markaa way ka dhugsugayeen oo way sugayeen markaa waayay markaa waxa dhacday markuu nabiga iyo maareeta Abu Bakar ay soo galeen magaalada Madiina oo duleedka ay ka muuqdaan qofkii uu riyaarka yahuudi buu habalay geed timireed saaran ke timireed muu saarna ee tan uu arkay carabtii buu la hadlay wuxuu yiri waa ka saaxiibkiini waa ka ee tan dadkii oo dhan ku yaacay oo nabiga soo dhaweeyay salaatullaahi wa salaamu calayhi way ka hortageen hore waxaan u sheegnay Abu Bakar iyo markaa rasuulkeena calayhi salaatu wa salaam laba sano kale way nabiga wuxuu ka weynaa laba sano laakiin muuqaalka marka la eego keebaad mooday inuu weyn yahay Abu Bakar baad moodaysay inuu weyn way nabiga ilaahay jirkiisa waa u barakeeyay salaatullaahi wa salaamu calayhi
dhalinyaradan iyo dadkan muslimka ma arkin nabiga mana garanayaan Abu Bakar bay moodeenba ila nabiga isaga ka yara daaweyn Soomaa xagga muqaalka marka leeyo mar dambe ogaadeen markuu Abu Bakar nabiga hadhiyay oo marka meel bacada uu soo galay oo nabiga marka uu maro uu ku hadhiyay ayay ogaadeen inuu yahay nabigi Ilaahay qofka hadsanayay inuu yahay salaatullaahi wa salaamu alayhi waayay yaa garanayay nashiidadii lagu soo dhaweeyay marka ha qala al badru alayna min taniyati alwadaa wajaba ash-shukru alayna waayay nashiidada culimada inta badan way isku qabtaan waxa aan xilligaas la tiriyay mise waxa la tiriyay markii nabigu uu safar kale ka yimid tabuk ayuu ka yimid markaas la tiriyay waa khilaaf culimada dhexdeeda yaal laakiin inta badan kutubta siirada aad barato waxa weeye nashiidada waxa la soo arooriyaa markuu nabigu hijrooday ee uu soo galay magaalada Madiina waa ay ku soo dhaweynayaan ay leeyihiin talaca al-badru alayna tayyib ila maanta noo soo baxay bay dhahay nabigu tayyaxana waa ka qiimo badan yahay sallallahu alayhi wasallam waaye allahumma salli ala rasuulillah waqad xaqiiqe banaan nabigu waa dhisay fii tilka almudda muddada dhowr ilaa tanka cashee uu magaalada quba joogay wuxuu ka dhisay masjida quba masaajidka quba la dhaho ayuu ka dhisay alladii masaajidkaas oo wasafahu allahu ilaahay ku tilmaamay oo ku sifeeyey bi annahu inuu yahay masjidul masaajid usisa loo aasaasay oo loo dhisay cala taqwa alla ka cabsi la masjidun usisa cala taqwa min awali yowmin maalintii u horreysay ayaa waxa lagu aasaasay masaajidka cala taqwa alla ka cabsi baa lagu aasaasay ilaahay waxa kaloo waa maanay masaajidka ragga jooga fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu waxaa jooga rag raga oo jecel inay isdaahiriyaan waxaa iska daahirinaya shirkiga gaalnimada sidoo kale jidhkooda waxay ka daahirinayaan wasakhda iyo najaasada way weyse badan yihiin shanta jeer ba weysesanaya ya wa maasha allah suma xaj allahu akbar waaye marka waa masaajidkaas iminka masaajid weyn buu noqday waa la dhisay barigaa dee masaajid kuu yaraa laakiin iminka waa masaajid aad u weyn nacam waayahay markaa muddada nabigu uu joogay muxuu dhisay masaajid taasi waxay sheegaysaa culimmadu waxay ku leeyihiin qofka ummadda islaamka waxa uu horeeya ee loo dhiso inay masaajid noqoto xataa nebigu gurigiisii muu dhisanba guriba ma deginba maxaa gurigaaga ka muhiimsan yaa masjidkaa kaaga muhiimsan goobta salaada ku tukanaysa cibaadada ilaahayd ku oogeyso qur-aankana ku akhrisanayso cilmiga diinigaana aad ka baranayso ayaa ka muhiimsan hoygaad u hooyata sidoo kale masaajidku intan innaga unoo qabto keliya umuu qaban jirin iyaga innagu salaada iyo qur-aankan ku akhrisanaa iyo cilmigana waa ku baranaa iyaga wuxuu ahaa goob ay ku kulmaan sidoo kale oo ay ku shiraan oo wixii khayr adduunya khayr aakhiraba ay ku wada tashadaan buu ahaa asilatun wa su'aalu mata wasala rasuulu quba goormuu nebigu gaadhay magaalada quba yowmu athani min bishu rabiic lawl bah ha rabiic lawl kam sanatan aqaama bimaka nebigu imise samo maka joogay ya imisu samo joogay maka 13 sano waaya allahumma salli ala rasuulillah kam laylatan makatha biquba imisa habeen buu nabigu joogay quba haye 22 habeen maada camila fi tilka almudda muddada muxuu qabtay nabigu haye ya muxuu sameeyey masaajid buu dhisay fariid waa darsiga meel ku gabagabeyna ka 64 addarsu saadis wal arbacuna darsiga 64 weeye alwusulu nabigii wuxuu gaadhay ila almadinati magaaladii madiinuu gaadhay markii hore qubuu joogay madiinuu gudbay markii awwalu jumcati jumcadii uu horeysay fil islaam islaamka la tukado salaadii jumcadii horeysay awwalu khutbatin khutbadii uu horeysay fil islaam ee islaamka la khutbadeeyo lama kharaja markuu ka baxay ar-rasuulu rasuulkii alle
صلى الله عليه وسلم من قباء مقالة قباء مركو كسر دقاقي قاصدا نسوق أوجي هيستي المدينة مقالة مدينة مدينة ما قاعد يهرب منها يثرب لكن ما أنتم النبي قال مدينة لو بحي مدينة رسول الله مركو النبي هجرون سيدا مركو قال مركا مقالة مدينة أحاطت به وحى النبي مركا هريره ستاقنا الأنصار وأنصارت صحابة أنصارت أيا هريرتي ستاقنا وهم أيقو متقلدون وحي كتشاني قارين شاني قار كواحل هذا هل كاس مركو كوحدو سيفتيس قلب اللي هذا هي سوما سيفتي قلب كتر حارقنا وكوحدوي ساسي مركا وتشاني قارين شاني يكو ستان سيوفهم سيفود فرحين أيقو فرحسن مستفشرين ويسوب شاريني هكذا هو نفس النبي يقول مقالة صدق الله صلوات الله وسلام عليه بل إسكت في مقالة إنه صدق الله إنه ما رجت حتى كصدق الله أي النبي جوا حوي عليه الصلاة والسلام بارك الله سبحانه هل ما لين بالنبي يقول حب أقدر من الحوالة مركز صحباش مركو كتب كذا حواليه وحده حواش هذا كيس المجد بيهاي مركز أنت جب إلى هاي نوري سبحان الله فالكور الميل وتشوي أعتك عني كتب كذي كشي هذي وقت جي صار فوق عتقول إنتي يا ذا ناس وفضل ملة فالكورة ميل هل ميل وتجي حوالا بإلهي نوري ماشي شو تجنانا كورة سبحان الله ولذلك بقى قف كل إنت مجال ذا مدينة نبي قال نوح ولا عذاب القبر وملة عذاب القبر وملة الله ينوديه مجال ذا مدينة واحد كم تا خاتم ذا ونكس ها ها ورنتيس وصحوي ها وصحوي ها ورنتيس عدي كنت كتا عمرو ايو دغنتا خطبه لبا ركعه وانا لو كنت كذا مركه مدينه موقته وتجي سلبا ركعه لو كنت تفنس نعم وقد حقيقه ادركته وحسو غادي مركه الجمعه تمارين جمعه في الطريق يسقو طريق صعد النبي فصلىها واتكذب من معه انت لسعتب لتكذب من المسلمين مسلمين وهذه تاس اول جمعه وجمعه الرئيسي وخطبتها خطبه جمعه داسنا اول خطبه وخطبه الرئيسي في الاسلام يا اسلام كمركا ويا وقد خرج وحو صباح لملاقاته ان لكل ما النبي اهل المدينه مقالته مدينه ومعهم وحى مركا لسعد النساء والضمر والصبيان وعيال والولائد هي مركا انا ضمدي يقولنا وحي ليهن ضلع البدر علينا من ثنيات الوداع ضلع وحى نوصو افبحي ونوصو بحي البدر طيحي علينا كرك نوصو بحي من ثنيات الوداع ماشي ثنيات الوداع له اي كيمي وقوب هل كانت ثنيات الوداع وحي كم تعملها marka xajka la tagayo meelaha laga xidhay ka mid tahay magaca kale imi ka loo yaqaan wajaba waxa waajib nagu noqday aan shukru aleena inaan u mahad celino ma daa lillahi daa inta marka qof ilaahay dadka diinta ugu yeeriyo intuu yeerayo inaan ilaahay u mahad celina waajib nagu ah ayyuhal mab'uusu fiina kaayaga kan nolo soo dirayo nolo soo bixiyayo jiita waxaad nolo timi bil amri al mutaa arin la adeeciyo nolo timi arin haa la adeeciyo nolo timi marka nashiidada saa lagu soo dhaweeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiina tagay wuxuu ku degay saxaabi la yiraahdo magaciisa abu ayyub al ansari ayaa sharafta qaatay hashii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxa ay fadhiisatay meesha masaajidka madiina laga dhisay da'uha faynaha maamura nin waloo saxaabada ka mid ah reer ansaareed wuxuu rabaa inuu nabiga marti geliyo oo sharafta ah nabiga gurigaaga degay inuu qaato waa la isku leenaya markaasu leeyahay war hoggaankeeda daaya faynaha maamura way amran tahay daaya dabadeedna goobtaasay fadhiisatay masaajidka nabigeena laga dhisay calayhi salaatu wasalaam nabiga markaa waxaa ku guuleystay inuu marti qaado oo gurigiisa u geeyo صحابي قال له أبو أيوب الأنصاري إلا أنت النبي قريه سلوغا دي مساجد كي مدينة لا نسيو قريها ودقنا يا حاسس كي تدقنا يا نلو نسي وحو النبي قدقنا عليه الصلاة والسلام قريه أبو أيوب أو كا كوبنا مركا الله بضبط طبق خوصي يمد سر
كبعد مركا وحو يري أبو أيوب يا رسول الله طبق سرفول وأي أبنه أنت أنتوش سرفولنا كركا كومت منكر إن يا رسول الله هل كان هو سكاي مو حاجة سرقة لبي نبي يقول واحد رأي ثنا أي فدودا أنت تد بدن بني بيوه إيمان يسوع بقري أنت مركا واحد وعي يمر ولا بلدي صدح كذي لها أنو هنا حاجة هو سيد جاي ونكس هل كي هو سيد جاي مركا النبي عليه الصلاة والسلام ما لين تي دم بيه أي واحد على ويل بيه وجوتشران أبو أيوب يحاس كيسي أم أيوب لدو أي بيهم با تريري قد يفضل هستيب ماشي يدوكو مسيح وحس ريهن هتاي دي بيع يرو بيه يكو تريرت النبي قد كذيس فلا يدي كو دعس نبي قد نبا وقيستي مركا ساوا حي تريمين مركا يسعون ايين أيوب با أبو أيوب با يدي نا أم أيوب اي هل كان يسعون نمات قراني والكي والنبي قد كذيس وحي يقول حقو كيما دا حاجة سمادة صوما وحي يجي النبي جيبان كلا دحق الله وين ودا مات سبحان الله لا إله إلا الله مر لبعض وصون يا رسول الله طبق سرفور أنا وهل قوسي شوبني نبي وحر يتنا يعني يفون حقا هو صيف سحاب تيدل في من يابدن نبي قال مركا عن تذا مركا الله كينو أبو أيوب يوم أيوب من نمو عمي ترين عن تذا من نمو عمي تر نبي قال كمو هرينج نبي قال مركو عنا عليه الصلاة والسلام ويحيو حنباه وصور ريبو أي قادن ترون حلقة وكعوني أي كعوني فالكورن بركة رسول خير سنية صلى الله وسلم عليه ما لين تي تنبع عنده وكان البصل يا أي كتر تون كتر عنده دي نبي قفر بمساري بمعين با مركي عنده دي سيدي دي هاي سو قادن وين نحن يا صحابي قمر كفلي وان نحن مسيد النو نحن ومسوا كدب هو أرجع حي صحابي ياس أرجع حي سوى مت كدب وي سد نبوا أرجع حي يعني النبي قام حاط كل سماي سوى محاط عن تلا ندوبيس ها رسول كمر كاول عليه الصلاة والسلام واحد كنت تما حين فصش فصش النبي قام عون عليه الصلاة والسلام وما حرام النبي الله ما يحرام ما لكن أنا واحد لفقة وأن دله الله ملائكة ربي ملائكة ربنا فصش عصيو أرتي الدين عت ها مركا وفي سقوفك إلهي رسول كيس الرومية واسيد أبو أيوب وين النبي قال راعى وحنا يا رسول الله ما حرام ما يا حرام ما أنا با نعب لكن حرام ما هو حلال رسول الله هداد نعب تاعي كل نعي كل نعي هدا مدعونين أنعون ما يولي هذا هو الانقياد نبي قال ساس الله راعى صلوات الله وسلام عليه حرام ماها لكن شعائر كون النبي قال هي صلوات الله وسلام عليه أيوة يدير رسول الله مرح تعالى ذلك عوني أنا عوني ماي بس ما أنت أسوي دبيش بعد الرسول حب جيك الجعائر ك رسول كواكوي صحابة الكبار نسمة ويا اللهم صل على رسول الله من حاضر بالرسول